استكمالا لسلسلة رؤيا الأنبياء في المنام، تعالوا النهاردة نتكلم عن رؤيا سيدنا نوح عليه السلام وسيدنا صالح عليه السلام في المنام. تحياتي لكم أصدقائي أصدقاء تيتا شو. نبدأ برؤيا نوح عليه السلام في المنام. ورؤيا نوح في منام الرائي معناه أنه يعيش طويلا ويصيبه شدة عظيمة وأذى من الناس، ثم يظفر بهم ويرزق أولادا ويكون عبدا شكورا بأمر الله تعالى. وقيل أيضا أن من يرى نوحا في المنام عليه السلام فيكون عالما مجتهدا في طاعة الله تعالى، حليما لكنه ذا أعداء وينصر عليهم وينال ولاية عظيمة بأمر الله. كما قيل أن رؤية نوح عليه السلام في المنام هي دليل أيضا على كثرة المطر في ذلك العام، أو أنه رجل له أعداء وجيران يحسدونه وسينجو منهم وينتقم الله تعالى منهم. وقيل إن رؤيته أيضا دليل على هلاك الكفار وأمان المؤمنين ونجاتهم، فإن رؤية في قحط فهو دليل على كثرة الأمطار، وإن رؤية في سفينة دليل على نجاتها ونجاة من فيها بأمر الله تعالى. وقد تدل رؤية نوح عليه السلام أيضا على قوة أهل البدع والفجور وضعف أهل الإيمان، قوة أهل البدع والفجور وضعف أهل الإيمان. وتدل رؤيته أيضا على طول العمر في طاعة الله تعالى، طول العمر في طاعة الله تعالى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وإن كان الرائي ملكا عصته رعيته، إن كان الرائي لهذه الرؤية ملكا تعصاه الرعية. وتدل رؤيته على أن النوح من اسمه، النوح من اسمه، كما تدل على معاداة الأهل وانتصار عليهم، أو على القحط وغلاء الأسعار. وربما دلت رؤيته أيضا على تفريج الهموم ونزول الغيث من السماء، وربما كانت دليل على صنعة النجارة، صنعة النجارة وتسوية السفن والأسفار في البحار. وأيضا رؤية نوح عليه السلام هي دليل على كل من له علم بأنساب الآدميين والحيوان أو الطير، وربما ارتد أحد أولاده عن دينه أو سنته وامتحن لأجل ذلك بمحنة ومات عليها عاصيا، وامتحن لأجل ذلك بمحنة ثم مات عليها عاصيا. أما المرأة فإن رأت نوح فهو دليل على عصيانها لزوجها، دليل على عصيانها لزوجها. كانت هذه تفسيرات عامة لرؤيا نوح عليه السلام. تعالوا نتكلم بقى دلوقتي عن رؤيا صالح عليه السلام في المنام. رؤيا صالح عليه السلام في المنام هي دليل على أن الرائي سوف ينال من قوم سفهاء هما وغما، ثم يظفر بهم في النهاية. ومن يرى صالح عليه السلام فإنه في قوله صادق، فإنه في قوله صادق، لكن أعداؤه يتسلطون عليه ثم يظفر بهم، لكن أعداؤه يتسلطون عليه ثم في النهاية يظفر هو بهم. النهاردة اتكلمنا عن رؤية نوح عليه السلام وصالح عليه السلام في المنام، وبأمر الله هنوفيكم بتفاسير لرؤية أنبياء الله في فيديوهات قادمة إن شاء الله. تحياتي لكم، تحياتي تشو، تحياتي.